القراءة الفنية بالكلام لعمل لشخص تاني عبر عنه باللوحة. بالإجمال نحن منقول إنه في عنا لغة تشكيلية. لما نقول له عنا لغة تشكيلية يعني هذه اللغة هي قائمة بذاتها وتستمد وجودها من ذاتها. فلهذا سبب كتير صعب على الفنان تحديداً إنه يكون عم بيعبر عن لوحته أو إنه يخبر عنها بالكلام. كذلك صعب على الشخص الآخر، يمكن أسهل على الشخص الآخر من الفنان بحد ذاته إنه يحكي عن عمل مش هو. نعم، أسهل إنك أنت تحكي عن عمل مش أنت رسمه، لأنه بتكون عم تحط لغة بمقابل لغة. ولكن كتير صعب عليك أنت كصاحب هذا العمل أو كفنان أنك تكون عم تنقل تجربتك بالكلام، بما أنه قلنا أنه اللغة التشكيلية لغة تستمد ذاتها من ذاتها. لهذا سبب برأيي أنه كل قراءة لأي عمل فني هي عمل مستقل يوازي أو منحطه إلى جوار العمل الفني الأساسي، يستلهم مفرداته، يستلهم موضوعه من العمل الأساسي، ولكن فينا نقول أنه هو عمل مستقل. أي قراءة نقدية للوحة هو عمل مستقل بينحط إلى جانب العمل الفني الأم اللي هو لغته خاصة فيه. طيب، سؤال الثاني بتعلق بعمل الفنانين أنفسهم. وقت اللجنة طلبت أول مرة من خلال تصفيات أنه رسموا سيلف بورتريت، رسموا نفسكم أو ذاتكم، قدي صعب هذا العمل للفنان ليكون فيه؟ ورطة كمان، مش بس صعب، هذا بيحطه بورطة كتير كبيرة، لأنه عم بيحطه بعلاقة مباشرة مع ذاته أو مع الآخر. لأنه هالمرة ما في ماسك، ما في قناع بينه وبين مواجهة ذاته أو مواجهة الآخر. كلنا بنعرف إنه مرات ممكن الفنان يهرب من خلال اللوحات أو الأعمال تبعه، يقول أشياء يرمزها برموز خارجية إلى ما هنالك. ولكن اليوم أنا عم أقول له بدي أوتو بورتري، يعني رسوم نفسك، رسوم وجهك. فأول سؤال ممكن يطرحه لحاله إنه شو ممكن عيني يقولوا شيء غير إنه هني عيني، أو من خاري أو وجهي يقول شيء غير إنه هو وجهي. وبحد ذاته هيدي الإشكالية بتحطه بعلاقة كتير مباشرة مع حاله. هالعلاقة المباشرة مع حاله ممكن تاخده برحلة كتير كبيرة داخلية، مثل ما شفنا بكتير من أعمال بول مثلاً، أو أعمال أماني، أو عمل مارك، أو عمل حتى كتار غيرهم. لا، ممكن يمرقوا صورهم مع الأسامي. منلاقي أنه واضح أنه الفنان لما طلب منه أنه يرسم أوتو بورتري خلق له هيدا الشيء حافز أنه يدخل لعالمه الخاص ويدخل لحميمية خاصة كتير فيه، ويكشف أسرار بلغة تشكيلية طبعاً. مثل ما نقشع مثلاً بلوحة بول، إنه وجود هيدا الشخص بهالإطار اللي هو إطار بيشبه الأيقونة، مبني العمل الفني تبعه على لوحة هي بالأساس كان يعطيها لأولاده حتى يرسموا عليها، انبني الأوتو بورتري تبعه بناء فوق هيدي المادة. التكنيك اللي اعتمدها فيها قلق كثير كبير، فيها نوع حتى من تشويه ببعض المحلات. هذا التشويه بيخلق كثير علامات استفهام نحن ما فينا نجاوب عنها، ويمكن هو ما في يجاوب عليها، لا انا ولا هو عندنا الحق انه نكون عم نجاوب عليها. ولكن هي بحد ذاتها هيدي الضبابيه بترجمه الاسرار اللي بنكتشفها بحالنا، بحد ذاتها هي بتصير اسرار إلى خصوصيتها المقدسة وإلى لغتها الخاصة فيها فنياً. نفس الشيء منلاقيه مثلاً بعمل أماني، لما تعبر عن الضوء الموجود جوات كل شخص، وكيف هذا الضوء ممكن يظهر بعلاقة الإنسان مع حاله وبعلاقة الإنسان مع الناظر كمان. نحن عم نحكي عن أوتو بورتري بالعموم، ولكن ما لقيت في كاتيجوريز أو اختلافات بالأوتو بورتري؟ يعني مثلاً لوريت حلال رسمت أوتو بورتري، وعادل آغا عمل أوتو بورتري مختلف كليا، ومرعب كمان عمل أوتو بورتري مختلف ناهيك عن الآخرين. كيف فيك تحكي عن هذا الاختلاف بنوعيات الأوتو بورتري؟ هو الاختلاف أساساً شرط أساسي من الإبداع الفني، حتى لو كان الموضوع واحد، ولكن التعبير عنه بيكون بطرق كتير مختلفة. وهذا بردنا للمبدأ الأساسي، هو علاقة الفنان مع ذاته أو علاقة الفنان بقراءته مع المحيط اللي هو موجود فيه، وترجمته لهيدا الشيء بالعمل الفني. وطبعاً مع تحفظي على كلمة الترجمة، مش المقصود فيها ترجمة الفكرة لتصير لغة تشكيلية أبداً. ولكن إذا نجي نتطلع منلاقي مثلاً بهيدي اللوحة في كتير علاقة واضحة نعم موجودة فيها بقلب المحيط يلي عاطي انطباعه الأساسي عليها، وكأنه المحيط له التأثير الأكبر عليها
من هي تأثيرها على هذا المكان اللي موجود فيه، وطبعاً العلاقة متبادلة بهذا المحل. إذا ننتقل مثلاً لعمل آخر، حتى مثلاً عمل عباس منصور، عباس منصور نشوف إنه بيذكرنا كثير بالأحداث الثورية اللي صارت مؤخراً، وبيعكس كمان علاقة الشخص مع اللغة الجرافيتية ومع الشارع ومع التأثير مع التعبير المباشر والصارخ، وكمان هذا الشيء بيعكس علاقته مع المحيط ومع المكان ومع التأثيرات الخارجية أو السياسية أو السياسية.